مشاهدينا الكرام، لحظات وينطلق شوطنا الثالث عشر للبكارم فريد، وأول أشواطنا من مسافة 1500 متر. إذا ينطلق هذا الشوط، شوطنا الثالث عشر من مسافة 1500 متر للبكارم فريد. إذا محيا للحظات، نوافيكم مع الخمس المراكز المتقدمة ومع المركز الأول. صدارة الشوط، مقدمة الشوط، المركز الأول، المركز الأول الصدارة والمقدمة. صدارة الشوط شعر سالب بن محمد الرزق اليامي مع الزعيمة مع المركز الأول. المركز الثاني سعد بن مبارك الدوسري مع نواميس. المركز الثالث وصل شعار الدهن، يقدم لنا شهنية ومحمد بن سعيد الدهن. والمركز الرابع، رابع الأسماء، وصل شعار مثقال بن سعد الدوسري ومع انطلاقة كنز على المركز الرابع. المركز الخامس وصل شعار فران بن عتيق بن قريع، يتقدم على المركز الخامس. لكن أعود إلى أبناء نجران، أعود إلى شعار الرزق مع الزعيمة وسالب بن محمد الرزق اليومي، يقدم لنا الزعيمة. لكن الشانية مع المركز الثاني ومحمد بن سعيد الدهن، يتقدم الدهن مع ثاني الأسماء. لكن أعود مع الزعيمة، الزعيمة الزعيمة، ينطلق شعار سالم بن محمد الرزق اليومي. يا سلام يا سلام يا اليومي، مع انطلاقة الزعيمة وسالم بن محمد الرزق اليومي. سلام نجران، سلام، تهانينا وناموس مالك الزعيمة بالمركز الأول سالم بن حمد الرزق. تهانينا وناموس، ها هو الحصول، الزعيم بمركز الاول سالم بن حمد الرزق اليوم، المركز الثاني محمد بن سعيد الدهي، المركز الثالث فرار بن عتيق بن قريع، المركز الرابع شعار مقبل بن عايض القرشي، المركز الخامس فرج بن نادر الدوسري. تهانينا وناموس.